أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل نوى صيام الست من شوال ابتداء من يوم السبت، فلما صام اليوم الأول الذي هو يوم السبت جاءه أمر بالسفر، فهل هو آثم بإفراده صيام السبت؟ وهل يحسب له من صيام الست؟ رجل إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: رجل نوى صيام الست من شوال في ابتداء من يوم السبت، فلما صام اليوم الأول الذي هو يوم السبت جاءه أمر بالسفر، فهل هو آثم بإفراده بصيام السبت؟ وهل يحسب له من صيام السبت؟ نعم، إذا انتهى السفر يكمل في شوال، يكمل الأيام الباقية، يصوم خمسة مع اليوم السابق، يصير ستة ويحصل له الأجر إن شاء الله. نعم.